شباب حسام الدين، لا توقفنا أي أزمة وهنتحدى بالتعليم، وبنستنى معاد نتلاقى على شاشتنا حسام الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب حسام الدين، معاكم مسنوها مدرسة الرياضيات مدرسة حسام الدين الخاصة، وحشتوني كتير. اتمنى ان انتم تكونوا بصحه وسعاده وسلام، يا رب كده تكونوا بخير. انا كنت مبسوطه جدا من تفاعلكم معايا في حل الواجبات في اوراق العمل، ومبسوطه من اولياء الامور، بشكرهم جدا جدا. فصل ثانيه رابع وثانيه خامس، يلا بينا نبتدي درسنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، وحشتوني جدا جدا حبايبي طلاب مدرستنا حسام الدين، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة يا رب. وحشتوني قوي، وأتمنى يا رب كده تكونوا بخير. يلا بينا نبدأ درسنا النهاردة، صف الثاني الابتدائي. النهاردة هناخد مراجعة وتدريبات. أهداف الدرس بتاعتنا زي ما متعودين يا أولاد، في نهاية الدرس يكون التلميذ قادر على نحل تمارين على ما تم دراسته، ونعرف تمارين على ما تم دراسته بنحلها بسهولة، ونشارك زملائنا في حل التمارين، وبنشارك في أنشطة رياضيات التكوين. أيام الأسبوع كم يوم؟ يلا كله يقول معايا حبايبي طلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرستنا حسام الدين، كله يردد معايا أيام الأسبوع ونحفظها مع بعض. أيام الأسبوع كم يوم يا ولاد؟ 7 أيام، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. ويلا بينا نسمع الأغنية الجميلة دي عشان نحفظ بيها أيام الأسبوع. شهور السنة كم يا أولاد؟ 12 شهر. يلا مع بعض نقولهم كلنا مع بعضينا ونحفظ شهور السنة: يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. طب إحنا يا أولاد في شهر إيه دلوقتي؟ شهر 6، اسمه إيه؟ اسمه شهر يونيو، ترتيبه كام؟ السادس. يلا بينا نسمع أغنية شهور السنة وكل دي. 1 لما يجمع على الواحد فردي زائد فردي يدينا عدد زوجي، يبقى الفردي مع الفردي يدينا عدد ايه؟ زوجي. 1 + 1 بتساوي 2. العدد الزوجي والعدد الفردي، الطبق الأولاني في كام؟ 3، والطبق الثاني في 3. 3 + 3 يدوني 6 عدد زوجي. تعال نشوف الأعداد الزوجية والفردية مع بعضنا. 1 ده اسمه ايه؟ عدد فردي. 2 عدد زوجي. 3 عدد فردي. 4 عدد زوجي. 5 عدد فردي. 6 عدد زوجي. 7 عدد فردي. 8 عدد زوجي. 9 عدد فردي. 10 عدد زوجي. زي ما شايفين كده يا ولاد يا حبايبي يا حلوين، ان الواحد واقف لوحده مفيش حد واقف جنبه، فكده ادانا فردي. اما الاتنين، اتنين واقفين جنب بعض، التلاتة في اتنين واقفين جنب بعض وواحد لوحده، عشان كده التلاتة ايه؟ فردي.
الأربعة اتنين جنب بعض، فاتنين جنب بعض يعني عدد زوجي. 11، الحداشر 10 مع بعض، واحد لوحده، يبقى يدينا عدد فرد. يبقى العدد الفردي هو لازم يكون يتبقى واحد، أما العدد الزوجي كل اتنين مع بعض ومفيش باقي واحد. ال 12 زوجي، برافو عليك. وال 13 فردي. ال 14 زوجي. ال 15 فردي. ال 16 زوجي. ال 17 فردي. ال 18 زوجي. ال 19 فردي. وال 20 زوجي. أول سؤال بيقول لنا حوط حول العدد الزوجي. يبقى أنا الأعداد الزوجية أول ما الاقي عدد أوله 0 2 4 6 8 يبقى ده عدد زوجي. 25 ده إيه؟ فردي. 64 زوجي، برافو عليكم. 70 زوجي. 82 زوجي. أما 95 فردي، مش هحط عليه دايرة. تاني سؤال حوط حول العدد الفردي. 71 احنا قلنا الأعداد الفردية أي عدد بيبتدي بواحد، تلاتة، خمسة، سبعة، تسعة. 71 فردي. 83 فردي. 23 فردي. أما 44 دول أعداد إيه؟ زوجية، مش هحط عليهم دايرة. النشاط الثالث بيقول لك اكمل النمط. 64 66 68. تعالوا كده يا ولاد نحط ال 64 في مخنا ونعد لغايه ما نوصل لل 66 ونشوف نفسنا هنعد قد ايه. ال 64 دي اصلا عدد زوجي، طلعت لل 66 عدد زوجي، طلعت لل 68 عدد زوجي. يبقى هو ال 64 بعدها 65 66، يبقى هو بيزود 2. ال 2 دي عدد زوجي، يعني هو بينط على الاعداد الزوجيه. مين اللي بعد ال 68 زوجي؟ 70. مين بعد ال 70 زوجي؟ 72. 31 33 35 هما كلهم كده اعداد فرديه. ال 31 نط لل 33. تعالوا نشوف نط قد ايه بعد ال 31. 32 33 برضو نط 2، بس هو بينط على الاعداد الفرديه. 35 مين بعدها فردي؟ بعد الخمسة 37. بعد الخمسة 35 37. وبعد ال 37 39. بيقول لك فكر في النشاط ده. انا هسيبكم ثانيتين هقرا السؤال وتشوف حبايبي الحلوين هيفكروا معايا ازاي. عدد فردي يقع بين ال 30 وال 40 ورقم 1 ويساوي رقم 10. كله يفكر معايا، هسيبكم ثانيتين ونجاوب مع بعضين. مين العدد الفردي اللي بيقع بين ال 30 وال 40 ورقم الاحد بيساوي العشرات؟ برافو سمع محمد، بيقول لي 33. عدد زوجي رقم عشراته 3 واصغر من 33، مين هو؟ فكروا معاي. يلا يا تيم. تيم بيقول لي عدد زوجي رقم عشراته 3 واصغر من 33 32. طيب النشاط الخامس بيقول اكتب العدد ثم اكتب بجانبه زوجي ام فردي. 8 عشرات 8 في بيت العشرات بتساوي كام؟ فكروا معايا. يلا يا حبايبي الحلوين. يلا يا عمر. 8 عشرات بتساوي 80. 80 دي صفر ده من الاعداد الزوجيه ولا الاعداد الفرديه؟ 80 عدد زوجي يا ميس نهى، برافو عليك يا عمر. 5 احاد و 3 عشرات يبقى العدد ايه؟ يلا يا لوجي. 35. الخمسه دي من الاعداد الفرديه ولا الزوجيه؟ من الاعداد الفرديه، شاطره يا لوجي. يلا يا جودي حسن. 2 عشرات و 7 احاد، مين اكتبها الاول؟ السبعه في بيت الاحاد والاتنين في بيت العشرات، يبقى العدد عندي 27. 27 دي السبعه من الاعداد الزوجيه ولا الفرديه؟ جودي بتقولي لا يا ميس، الأعداد الفردية. برافو عليكم حبايبي طلاب حسام الدين. بص بقى صديقنا شادي ده اللي واقف ده، هو وزميلته عاوزين يصنفوا الأعداد لزوجية وفردية، وبيلونوا العدد الزوجي باللون الأحمر والعدد الفردي باللون الأخضر.
تعالوا نشوف مع بعض يا أولاد مين الفردي ومين الزوجي. التسعة من الأعداد الفردية ولا الزوجية؟ الفردية. طيب مين تاني فردي؟ 35. السبعة وثمانين عشان بيبتدي برقم سبعة، والسبعة من الأعداد الفردية. 19، بصوا احنا ملونين كل الأعداد الفردية باللون الأخضر. 73، الواحد والثمانين من الأعداد الفردية. 15 من الأعداد الفردية. 43 من الأعداد الفردية. 99 والحداشر من الأعداد الفردية. يلا نشوف بقى الأعداد الزوجية وهنلونها باللون الأحمر. 22 زوجي، 70 زوجي، 64 زوجي، 4 زوجي، 96 زوجي، 28 زوجي، 40 زوجي، 36 زوجي. وهنكتبهم تحت، نكتب كل اللي باللون الأحمر الزوجي نكتبه في النقط الأولانية، واللي باللون الأخضر الفردي نكتبه في النقط التانية. 22، 70، 64، 4، 96، 40، 36. الأعداد الفردية 9، 35، 87، 19، 73، 81، 15، 43، 99، 11. حبايبي الحلوين، عاوزاكم تتفرجوا على الفيديو ده تتعلموا منه الأعداد الزوجية والفردية. وأي استفسارات وأي تعليقات ابعتولي، وأنا هتواصل معاكم في الواتس أو على صفحة المدرسة، ونحل كل التدريبات اللي في أوراق العمل. ولو عاوزتوا أي حاجة أنا معاكم. وإلى اللقاء في درس جديد. في نهاية درسنا اليوم، يا رب تكونوا استفدتم من الدرس. وعاوزة تعليقاتكم على صفحة المدرسة وحل واجب أوراق العمل، وتابعوني.